السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم الفرع ده اللي هو اسمه اللافندر. فرع بسيط مفهوش الفرعين هنا ورقتين، والفرع ده هيبقى عبارة عن زي مستطيل كده، وهنلفه حوالين الساق بتاع الوردة. هنستعمل للورقة هنستعمل خيط اليزبركة او اي لون، وهنستعمل للفرع خيط موف. هنحتاج مقص وإبرة تنظيف، إبرة 3 أو 3.5 أو 4، وهنحتاج مسدس شمع. تابعوني. هنبدأ الفرع بأربعين سلسلة. هستعمل إبرة 4، هاخد 40 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نكمل 40 سلسلة ونرجع. بعد ما عملنا 40 سلسلة هنيجي نعد 1 2 3، وفي رابع غرزة هندخل ناخد عمود بلف. في نفس الغرزة هندخل ناخد عمود بلف، وبعدين هنرتفع 3 سلسلة. هنعمل غرزة بيكو، هندخل في الفرعين بتوع الحلقتين بتوع الفرع دول، وندخل نعمل منزلقة. هنلف لفة على الإبرة ونروح للغرزة اللي بعدها ناخد عمود بلف. هنيجي هنا هناخد 3 سلسلة غرزة بيكو، وهنلف لفة على الإبرة وندخل في الغرزة اللي بعدها ناخد عمود بلف. يبقى انا طول السطر هعمل غرزة بيكو، هقفلها في الفرعين دول بمنزلقة، وبعدين عمود بلفة في الغرزة اللي بعدها، وهكذا لغاية اخر السطر. غرزة بيكو، عمود بلفة. نخلص السطر كله 40 غرزة ونرجع على اخر غرزة. بعد ما وصلنا لاخر غرزة هندخل ناخد عمود بلفة في اخر غرزة. هناخد 3 سلسلة، وهناخد غرزة بيكو برضو في اخر عمود، وهنيجي في نفس الفتحة هندخل بمنزلقة، وهناخد سلسلة للتأمين، وهنقص الخيط. ده الطرف اللي احنا قافلين فيه اللي فيه الخيط، ده الوش بتاع الشغل، وده الظهر بتاع الشغل. هنيجي هنا عند الكام عمود اللي في الاول، هنيجي هنحط بمسدس الشمع، هنحط العصاية، وهنقفل عليها. Thank you.
كده شكل ده كده شكل الفرع. هنعمل الورقة، هنعمل حلقة، هناخد 12 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. عندنا فرعين للسلسلة، هنقلب السلسلة كده، هيبقى في فرع ورا منتفخ، في غرزة منتفخة ورا، هي دي اللي هندخل فيها. هناخد غرزة حشو والفرع ده حرف السلسلة الأولاني، هناخد فيه غرزة حشو.
هنيجي هنا على فرع الورقة دي، نثبتها. ده كده الفرع بعد ما خلص. اتمنى ان هو يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.